جمعت لكم ست افكار لسندويشات عاليه بالبروتين مناسبه كتير للدايت، سعراتها كتير هيك حلوه ومناسبه، كمان مكوناتها والحشوات اللي فيها رائعه جدا، ومن ألذ الصوصات اللي انا بحب استخدمها دائما اما للافطار او للغدا. رح انتم تشوفوا مثلا المكونات اللي بتكون اكثر بروتينها، حشوتها تكون هيك غنيه، هاي بتكون مناسبه للغدا اكثر. بالنسبه للخبز انا استخدمت خبز معجون بالخضار، فانتم فيكم تستخدموا الخبز يلي متوفر عندكم بالبيت اما بدقيق اسمر او خبز الشوفان، ولكن ما تستخدموا الدقيق الابيض لانه بيرفع عنا هرمون الانسولين. وخليكم معي. اول نوع سندويشه معنا لليوم وهي سندويشه الجبن بالبندوره. استخدمت جبنه العكاوي، مثل ما بتشوفوا هي بتجي قاسيه، بتغلوها بالمي على النار او بتضيفوا عليها مي مغلي وبتتركوها هيك لمده 5 دقائق، بتلاقوها هيك لحالها ذبلت وصارت مناسبه انه تحشوها او تستخدموها مثلا بالطبخ. كمان ضفت شويه خضار، اي خضار متوفر عندكم، فليفله، بندوره، مثلا خس، مثلا جرجير، اي شيء متوفر عندكم. انا شخصيا على الافطار بفضل البندوره والخيار. ضفت طبعا هون شرائح الفلفل الاخضر، ما بيأثر، قلت لكم اي شيء بتحبوه. كمان ضفت صوص الجارليك سيراتشا، هذا صوص مايونيز، هو من ألذ انواع المايونيزات اللي كثير بحب استخدمه. اي نوع صوص بتحبوه فيكم تستخدموه، كمان فيكم تستخدموا اشياء اللي سعراتها شوي عاليه بس بكميه قليله جدا. مثل ما شفتوا يعني حطينا تقريبا ربع معلقه، ضافت نكهه طيبه ولذيذه للسندويشه، وحبينا الشيء اللي عم ناكله لانه هذا الشيء كثير مطلوب بالاكل الصحي، انكم تحبوا الشيء اللي عم تاكلوه لحتى ما تملوا منه. السندويشه اللي بعده هي سندويشه البيض بالصوص. هلا بتشوفوا كيف يعني بجيب بيض مسلوقة وببشرة، موضوع البشر عندي هون مهم لحتى يتداخل الصوص اللي راح احطه مع البيض، تمام؟ بعدين جيب ربع بصلاية صغيرة بقطعها هيك ناعم كتير وبضيفها للبيضة، وبحط كمان شوية من مثل ما قلت لكم أي صوص، أنا هون استخدمت الهاني ماسترد، حطيت شوي أو ربع معلقة من الزبادي لحتى تتداخل عندي المواد منيح مع بعض، رشيت رشة ملح ورشيت فلفل أسود. شريحة الخبز اللي بتستخدموها بنرجع نتفق إنه المتوفر عندكم إلا إنه يكون دقيق أبيض خالص، بتجيبوا أي لون أخضر عندكم، جرجير، خس، بقدونس، نعناع، أنا هون جبت شرائح الفلفل الأخضر، أنا كتير بحب الفلفل بكل ألوانه. كمان البندورة، يعني بعتقد انه هدول الشغلتين فقط المناسبين مع البيض، كمان مو اي شيء بتحسوا انه بتدخلوه مع بعض بيطلع لذيذ، انا مع البيض بفضل مثلا شيء الاخضر ايا كان مع البندورة. وبما انه الحشوة بيض فالسندويشة مناسبة كتير انها تكون افطار، صراحة اذا بتكونوا تجربوها على مسؤوليتي جربوها، كتير لذيذة وطعمها كتير جوسي وكتير لذيذ. بالنسبة للسندويشة اللي بعدها مناسبة اكتر للغدا، استخدمت زيت بذور الشيا، بصراحة كتير انبسطت اني لقيته بالسوبر ماركت، رشيت رشة هيك شوي وحطيت ربع بصلاية فرمتها ناعم، كمان جبت ربع صدر دجاجة، وعلى فكرة الكمية هاي للسندويشة كتيرة، إذا بتعملوا سندويشة واحدة بتستخدموا نص الكمية اللي هي ربع صدر دجاجة، فهون أنا استخدمت الدجاج، فيكم تستخدموا لحمة مثلا، فيكم حتى تحطوا بيض، بس أنا ما بدي كتر بالبيض لحتى ما تقولوا إنه لأ ما بدنا بيض بيض، يعني بدنا ننوع وهيك نطلع خارج الصندوق شوي. مهم كتير إذا لحمة أو صدر دجاج بتغطوها فترة مثلا 5 دقائق ومع نار هادية لحتى هيك تتحول مثل ما شفتوا للون الذهبي الجميل، طبعا بتضيفوا رشة الملح والفلفل الأسود، هي يعني أساسي. أنا هون ضفت الرانش صوص، مثل ما شايفين أنا عندي تشكيلة واسعة من كل الصوصات لأني أنا بحب الصوصات، بحب إني أضيفهم. حطيت كمان ملفوف هذا البنفسجي كمان بحبه، شرائح فلفل أخضر، حطيتهم كلهم مع بعض، كمان ضفت شوية زبادي لحتى يتداخلوا المواد مع بعضهم، خلطتهم ولفيت السندويشة. فيكم تعملوها بطبق بتخلطوا معها سلطة، فيكم تعملوا سندويشتين هيك شريحتين مع بعض مشان تشبعكم، لأنه للغدا لازم تكون الكمية أكبر شوي، أو تضيفوا بجنبها طبق سلطة كبير، سعراتها رائعة، بروتينها عالي، تمام؟ طبعا كاسة الشاي ما بعتقد إنها بتكون مناسبة، يعني اشربوا شيء ثاني، بس انا حبيت تكون هيك كاسه الشاي شيء مشترك مع كل السندويشات. السندويشه اللي بعدها هي التونه بالخضار، هلا انا ضفت البيض المبشور، فيكم تستغنوا عن البيض المبشور، ولكن اذا بدكم شيء يكون عالي بالبروتين، تكونوا مثلا هيك متمرنين تمرين قوي، بتستخدموا البيض والتونه والشرائح البندوره مثل ما شفتوا شرحتها بشراحه البطاطا او قشاره البطاطا، طريقه كثير حلوه استخدموها. حطيت التونه، التونه والبيض مصادر بروتينيه عاليه، ففيكم تستخدموها بعد التمرين وبتصير السندويش هيك كتير مناسبة للغدا. فيكم كمان تستخدموا طبق سلطة صغير بجنبها، على فكرة كتير مشبعة، التونة والبيض مع بعضهم بيشبعوا بطريقة رهيبة، جربوها. ولا تنسوا تضيفوا النعناع عليها لأنه هيك أوراق النعناع رح تعطيكم نكهة لذيذة كتير كتير كتير. السندويشة اللي بعدها هي الدجاج بالخضار، شفتوا ربع صدر الدجاجة اللي عملناه قسمناه نصين، حطينا نص لهديك تبعيت الصوص، وهي ما حطيت معها شيء، فقط شرائح البندورة، شرائح البندورة مع اللحمة اللي هيك
عليها رشة ملح وشوية فلفل أسود راح تكون كتير مناسبة. ما بدنا هيك نضيع كمان طعمة اللحمة ببعض الأوقات، إذا حابين صوص حطوا صوص، يعني أنتوا وشي اللي مشتهينه. سندويشة اللي بعدها شوي مختلفة وهي حلوة، يعني فيها طعم السويت، هي زبدة الفول السوداني مع شرائح الموز. طبعا أنا اختاريت الموزاية هيك تكون كتير مستوية، بتكون هيك طعمها حلو. دهنت الخبزة بزبدة الفول السوداني وحطيت شرائح الموز وحطيت ربع معلقة من دبس التمر. دبس التمر كتير صحي ولذيذ، ولكن تحطوا منه كمية قليلة لأنه سعراته كتير عالية. السندويشة هاي كتير مناسبة مع فنجان القهوة وليس مع كاسة الشاي، تمام؟ فنجان قهوة هيك على الفطور معاها بتكون كتير لذيذة، جربوها ولا تستغربوها، على فكرة كتير لذيذة، يعني أنا بنصحكم تجربوها، هاي بالأخص بنصحكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. حبوا الأكل يلي عم تاكلوه، هاي أهم نصيحة أنا فيني أقدم لكم إياها بهالفيديو. كمان ما تنسوا إنه تشربوا مي بكميات كتير مناسبة. شرائح الخبز أو يعني السندويشات يلي بتعملوها حاولوا تكون بالشوفان أو الدقيق الأسمر، شي بيشبعكم، لأنه شي يلي بيشبع بيعطيكم طاقة وقيمة غذائية عالية، بينما الدقيق الأبيض ما فيه قيمة غذائية وبيجوعكم بعد فترة قصيرة وما فيه أي فائدة، فلا ليش لحنا نلجأ للخيار هاد؟ على فكرة إذا اشتهيتوا الخبز الأبيض والله ما رح أخجلكم، خلاص لفوا بس بالخبز الأبيض، بس مو دائما تلجأوا للخبز الأبيض، حاولوا هيك تعملوا خليط من يعني بدائل. كان هذا فيديو لليوم سريع خفيف، 6 أفكار لسندويشات كتير كيوتين وهيك مناسبين كتير للدايت، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بشوفكم بالفيديو الجاي، شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.